وغراضي شو سويتي فيها؟ فهمت. ماشي، بس الغرف الجوانية معتنا وما بتفت للشمس. ايه الله بيعيني، الأسانسير بعيد عن الغرفة كتير. ماشي، بعد ساعتين بكون عندكم. شكرا كتير. مع مين عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع مكتب الأوتيل مشان قلن يجهزوا لي غرفتي، بس طلعوا مأجرينها، قمت قلت لهم يجهزوا غيرها. بدك تعادي بالأوتيل؟ ما بخليكي، انتي ما بتنتركي بهيك وضع. طيب انا وين بدي اقعد يا فؤاد؟ ما عندي مكان غير الأوتيل. اخذ دواء مسكن وما استفدت عليه شيء، كل الليل وانا موجوعه من رجلي. معقوله ما خف الوجع؟ الوجع ذبحني، ما عاد فيني استحمل. هلا بيهدى الوجع اختي، بس انت لا تمشي عليها. شو ساوي؟ معقول حدا يحملني للحمام؟ الظاهر ما بدها تطيب. والله تعبت من هالحاله. استغفر الله. طيب شو رايك ناخذك لعند دكتور تاني؟ اذا ما خف الوجع بكره منروح. يسلموا حسيبي. مرحبا يسرى. مرحبا. مرحبا. طالعوك من المشفى؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت رايحة على الأوتيل بس فؤاد أصر إنه يقعد عندي. طيب، ما بدي وقفني، الحمد لله على سلامتي. لوين؟ عالسوق، بدي أجيب شوية أغراض. يلا سلام. يسرى، يسرى. شو عم تساوي؟ عم تقرأ شغلات مراهقين؟ قلت لحالي يا ولد تسلى لقد ما يجي. عم تسلى بحكي العشاء؟ ايه، شو الأخبار؟ إن شاء الله مبسوط. كيف علاقتكم؟ بتكون غيران مني، بعرف لك على واحدة أحسن ما تضل هيك. لا شكرا، ما بدي، جربت حظي. بتطلع اليوم نسهر؟ من زمان ما طلعنا سوا. نحن الاثنين؟ رح أقول لأريج. لا، ما بدي يكون عزول بيناتكم. شو عامل لك سمير؟ لأنه أريج بتقرب علي لازم أتركها؟ هلا أنا قلت هيك؟ لكان ليش بتسمعني حكي كل ما بجيب سيرتها؟ أنا محتار كيف بدي أتعامل معك. عن جد أنا آسف، علاقتك بأريج مو مشكلتي. لكان أنت شو مشكلتك؟ مشكلتي فيني أنا. حاولت إني طلعها بس عصياني هون. أنت مرتاحة هيك؟ بعدي لحطلك المخدة ورا ظهرك. بكفي فؤاد، عود بقى، أنا كتير مرتاحة بقعدتي وما بدي أي شيء. بتحبي يساوي لك شاي؟ شكراً لك، ما بدي. كيف بدي أدبر قصة المشفى؟ والله ماني عارفان شو بدي ساوي. أنا كل شوي بتصل فيكي. لا تقلق علي، أنا منيحة كتير. أنا رايح جيب شوية أكل لأنه البراد فاضي. أصحك تتحركي مكانك. ها؟ حاضر. فيكي تبقي لحالك. ما يلا روح بقى، جيب لك كم جريدة معي. جيب. أنا قدام باب البناية، يلا انزلي. ليش جاي بكير؟ ما كان في عجقة وصلت بكير. هذا الفستان قماش؟ والله ما بعرف، عندي شغلة ولازم خلصها. سناك طبعا. اكيد. ميا شو رايك تطلع؟ ايه خليه مشان عادي. اذا طلعت ما بعطلك عن الشغل؟ ما بتعطلني عن الشغل، يلا اطلع. يلا رح اطلع، بس انو طابق؟ طابق الخامس. ماشي. عليا، قلتك الدكتوره مريم رح توقف للدواء لراما اليوم. انا وميا رح نحكي معها بخصوص الدواء. بنتك خزيت العين عنها كثير مهضومه، لما شفتها صارت تغلي جوات قلبي غلي. صحيح هي كتير نحيفة وكل عضام، بس بتاخد العقل بتتاكل أكل.
المعلم ناجي. اهلين سهلين. ست وفية. اهلين كيفك ابني؟ منيح كيفك انت؟ منيحة. سهيلة. مرحبا. اهلين. خلينا نقعد هنيك. تفضل. شكرا. شو بتحب تشرب استاذ ميار؟ بشرب شاي اذا ما فيها عذاب. لا ولو وداد. يسرى خير ان شاء الله. شو اللي جابك لهون؟ هاتي عني. لا معلش شكرا. خلاص يسرى هاتي هون. تروحي نقعد بشي محل ونحكي؟ ما بقدر عندي شغل بالبيت. يسرى رجاء. والله ما كنت متوقع ابدا ان يعملوا عقد مع شنو. قلت له يمكن عم يطلبوهم لشي معين. اخذت كم مصرا من الفرطين اللي ساوتهم عليا. مو بس عجبوهم وكمان طلبوا غيرهم. عن جد كثير منيح. ايه وهيك نحن نهارنا بالاول بتركيا وبروسيا وبعدين صرنا نبعث الموديلات لالمانيا. حلو كثير. بس بتعرف استاذ ميار والله صعب شغل اوروبا. صعب كثير لانه الناس هنيك ذوقهم صعب شوي. معك حق. أنا جاهزة. من بعد إذنكم نحن لازم نمشي. إذنك معك وتبقى عيدة. إن شاء الله. مع السلامة. أبركم. لو متصل فيني تليفون. بس تليفون. كنت بتقلي إنه مخرجوها ورح تجيبها على البيت. ما كنت انصدمت. ما صار لي فرصة أحكي معك. ليش ما بدك تصدقيني؟ أنا اضطريت جيبها معي على البيت لأنه ما بيصير تضل حالة. هي مريضة وبحاجة للرعاية ومو حل إبعتها على الأوتيل. حطي حالك محلي. وما بدك تروح على شغلك؟ ولا بدك تضل قاعد جنب راسة؟ ما عم تفهميني. والله أنت اللي ما عم تفهمني. إمها عايشة وأخوها موجود يعني مو مقطوعة من شجرة. كان فيها تدقلن وتروح لعندن. ولا عندك بتاخد راحتها أكتر من عندن فؤاد؟ يسرى قلتلك ألف مرة أما مريضة وهي وأخوها متزعلين. طمن ماني نسياني. بس هلأ هذا وضع بضل مكان فيه للزعل والمواقف. يسرى إذا بتريدي أدري وضعي شوي. أنا كتير قدرت وضعك فؤاد من وقت اللي إجت وأنتوا سوا وما حكيت معك كلمة ضايقتك. فاتت على المشفى وكنت مرافقة ليل نهار وكمان ما حكيت ولا كلمة معك. بس إنها تقعد عندك بالبيت هذا اللي ما بقبله. شو الحل برأيك؟ شو الحل؟ برأيي لازم ترجع. عم تحكي عن جد؟ ايه جد. هذا الحل الوحيد اللي بيريحني انا. او ضلوا مع بعض وانا رح انسحب. شو؟ بدك تنسحبي؟ حرام والله حرام. انا مو حرام؟ ما عم بقدر صدق. هاي هي كل ثقتك فيني؟ الظاهر اللي كان بيناتنا خيط كتير رفيع. طيب علقتك. بمشي وبتعلي الحال. يلا حق دكتور بدي تشوفنا. برامة دكتورة والماما. ايه بابا استناهم. ايه طبعا استناهم. سكروا عالية. ألو مرحبا بدي أحكي مع مدام عالية. مين أخبارك؟ أنا دكتور سمير. في مجال
يلا بقى. احنا وصلنا على الروضة. رفقاتك ومبسطي ايه يا قلبي؟ اهلا مرحبا. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. يلا يا على مهلك. مهلك كيف نامي منيح؟ جيب لك مخدة تانية؟ لا هيك بكفي، شكرا. اليوم ما بدك تروح على المستشفى؟ انت ارتاحي هلا ولا تشغلي بالك. انا عم تقل عليك مو هيك فؤاد؟ لا تقولي هيك. الباب رح شو مين؟ جوز هي. يلا نامي لك شوي. مالك عبا خير؟ في شي؟ شو في ميار؟ احكي لي. مين سمير؟ اتصل في سمير. مين بيكون سمير؟ لا تعيط ميار، لا تعيط لي. ما مين هذا سمير؟ سألتني قبل مرة قلت لك رفيقي. بس رفيقك؟ لا تأذينا. ما خلاص ما عاد أسألك عن شيء. شو قدر بيالح؟ ماضي راح ناس سيبتي. لا اسمي اسمي ولا بيشوف رقمه. في شو قصدي بكل هذا الحكي عليا؟ انا فهمت شو قصدك. يا اللي قلت لك يا كتير واضح ما بقى فيك في السمير. يعني اني اكيد مفقت ما عتلك حكيته زني هون. ياه وقف السيارة. ما بدني اطلع تخسر فيك العشر منيحه والله سيلك قد الصغير. عليا جاءت سنة حبيش اولاد جاي ستلانا كيفه منيحه جب على البيت قلت هيك احسن لها. ويسرى ما بعرف زعلانة مني مقاطعتني وما بدها تحكي معي. أنا اليوم اتصلت بعليا. إيه وشو أخبارها؟ ما بعرف رد علي ميار. ها لقيتها، لقيت رخصة المشروع الجديد وكل أوراقه. قلت لكم إنه هون. ما كنت متوقع إنه ذاكرتك قوية لهالقد. ليلى عندك حدا بتعرفيه بالوزارة؟ لا. يا الله لو كنت بتعرفي احنا شفناه من شغلة مشروع. انت بتعرف حدا؟ اوه كل شوية بتسرح. كنت عم اسألك اذا بتعرف شي حدا بالوزارة. بعرف رفيق قديم من ايام الجامعة. منيح لكان احكي معه. بحكي معه. شو رأيك سافر بدالك أنا على أنقرة؟ والله يا ريت بتعرف معروف. منيح أنا رح سافر. عارف سعلان منيح؟ طيب هي جاهزة. لا حدا ليلى ميار المرة الجاية بتاخدني معها؟ بس عارف تصيري مديرة لجنة المشتريات كير إنه أخدك معي. يسمعك
وبعدين روحي حالك سمير، شايف لك اخر شيء راح يلعب نحكي ما شاء الله. شو بينا ان شاء الله تكون اسرع. ان شاء الله. هي هل فاجأ لي يا أخبار؟ أنت هون؟ سهلين. قولي أنت عم تعمل إيه؟ قولي شي. أنا عم فضل بعض. كنت جنوني؟ بس كون صاير معك. الصبح لقيت رقمك على موبايل. هذا ليس طول فيك. ليس؟ أنا مشتاقلك كثير. كمان مشتاقلك. منيح؟ منيح. كنت يجيب لك يا اليوم مشان تشبعوا من بعض. رح أجيب لك فنجان مشان تشربي معنا. أنت كيفك؟ لازم أكون منيحة بس مشان أولادي. بس الأولاد الوحدة بس تصير أم بيصير جزء منه لأولادها وما بتقدر تعطيه لحظة. بدي حجم هالجزء. أنت قديش؟ لا ضبيت بيجامتك أكيد؟ ضبيتها. أصحك تنشي. بدك تاخد معك المجلد؟ لا أخذت الجوخ معي. الأولاد رح يستفقدوا لك. كم يوم بدك تضل؟ ما بعرف. مو رح أصير وشو إيش لأنه نحن رايحين سوا. لونها ماما؟ بأي لون؟ أزرق. أنا أشعر ذنبك أحسن ما بأنا نفس الطيارة. أيوة يلا شوف بوسي للبابا. تاي حبيب تاي بأنا وحدة طيارة ما بيجي الحب كله. ما بيجي. بدك حط رشة؟ لا ما بدي عليها. بالطيارة بيوزعوا علينا وجبات. يلا طب. السلام. حب ما في ولا امل ولا موعد ولا اي شيء. ايه شو لك كان بس صداقه. معقول الصداقه؟ شو هي بس صداقه؟ بس حسب علمي كنت تحبها. كلامه صح. مجبور على الاقل من حضرها. ما بتعرفي ترجع يمكن بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه. فكره ذكيه اللي بضل تشوفها. بس صعب تعامل حبيبتك كصديقه. صعب كتير. أنا ما بتحمل. أنا أجي. أهلا وسهلا. شو معك؟ جبت معي همبرجر. أنا وسمير الليلة مناوبين. لحبنا نروح تعون. بس أنا مو ناوي. أنا شفت اسمك بالليستة. الليستة تبع امبارحة مو اليوم. مو مشكلة. ليش الهمبرجر؟ أنا ما بدي أكل. موعد قريب على العشاء. صحتين وها. مع السلامة. مع السلامة. بتعرفي اني جوعان كتير كتير. منيح انك جبتيهم. صحة وهنا. سمير قال رفيقتك عليا رجع جوزة. ضل مصممانة بانا. ليش عم
عم بتطمن. لا اطمن انه راحت وما رجع. سمير ما عم بقدر انسى. بكفي نور. ما اقنع حالي يكون رفقة سمير مكتر. بس ما عم تزبط. ما عم بريس. صاير بنا شي؟ مو صاير شي. ديك ما معلت الرسينة كتير. شبعت. بعد شوي أقول. قديش إلكم متعرفين على بعض أنت ويسرى؟ بعرفها من شي كم شهر. يعني مو زمان. غير رجع أنا تتزور. قد ما كان أنا قاعدة في بيت خطيبة. كنتي ما كانك أنت عملتي هيك. مستحيل. ما أعمل هيك. ليش؟ لأني ما بفكر مثله. يو صحابي صبي هالوقت بنتي. وصوت البغار دو 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 دو. شيلون لقل ما نسمع القصص الحلوة. عمك تركي خاص مرة بالنهار بتكوي. بكرة عندي جو ماني فاضية. استغفر الله استغفر الله. ما مليت تو 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 من الصبح لهلا؟ ما مليت. طفي التلفزيون. طيب شو انا مضايقك؟ عم بتسلى. كمال طفيه وخلاص. انا من غير شي كرهاني حالي. طيب اذا انت كرهاني حالك بتخانقيني الي؟ كمال شو هالعيشة هاي؟ انتي شو غير منك يا حبيبتي؟ انتي شغل حل محبس صدام؟ ايه اصدام. ليش؟ شو السبب اللي خلاكي تشلحي؟ بنتي احكي لي، معقولة الوحدة كل ما دق الكوز بالجرة تشلح الخاتم؟ روحي البسي يلا. ما رح ألبسه أمي. ما بعرفه، أنا بعرفك عاقلة ومتزنة. تبكي بقى تبكي يا حبيبتي. ماشي بيس مش بدي حل بس مو ما بدي أبكي. أنا مع أمك حبيبتي بس لازم تصبري. بالصبر الحسرم بيصير عيني بحلو. كيف يعني اسمه أمي؟ كيف؟ ليه أني لازم أصبر وأتحمل؟ ليه أنا نصيب التعب؟ شو بدك؟ أني ابن عندك أزرق أنك تبهل. تعال على جنبي. فؤاد انت كنت كل شيء حافظ. هلا كيف بدي اعيش من غيرك؟ ما بعرف. انا رجاء. هيك بلد عجيبه فؤاد، كل شيء فيها بيحسس الواحد بالغربه وبالوحده، بتخلي الواحد يتذكر الماضي ويعتقد أنه رح يحيي. وأنا رجعت لهون لرجع أيامنا الحلوة مع بعض. أنا رجعت مشان حبنا. أنا كمان عتدني عشت الغربة والفراق. عرفت أنه الحب أول بينتسع وأنه القلب يقدر يحب ما دام عم ينبض بالحياة، واللي بيروح بعمره ما بيرجع. صدقيني أنا هلأ عايش مع إنسان بحبه كتير. يعني أنت بدك يسرى؟ ماما بيك
كفي انا بغاري تي عارفي شوي ماما ليك عند رفيق قبل المدرسة وبحبها كتير كذابة انا ما بحبها بتحبها وانت بتحبي واحد انا ما بحبها بس انت ايه عن جد رفيقتك؟ اه بلا ماما واسمها شهد اوه اسم حبيبي كتير حلو شهد رفيقتي مو حبيبتي يعني انت بتحبها؟ انا بحبها بس هي بتحبني كتير كتير اه انت ليش ما بتحبها كتير؟ هي مو حلوة؟ لا هي حلوة كتير يا حبيبي شو رأينا؟ نام ماما تسمح نام على طول؟ لا ماما مو على طول بس وقت يكون بابا مسافر من نام سوا سلمى شكرا لك مروان كانت ليلة حلوة كتير أنا اللي بتشارك شو بدي قلت ايه بالبيت تافر الصبح ايه في اللحلة مخاف تصبح على خير ما بتعزميني على فشن قوي يعني بالعبك منقول ما فيي اعزمك لانه هذا البيت مو بيتي انا كنتي جامليني لو انك عزمتيني كنت راح اقلك والله ما بقدر بكرة الصبح عندي عملية اسبوسك تعي ما اعرف بس صدقيني انا حبيتك اول ما شفتك تصبح على خير وانت بخير باي الله معك في مجال احكي مع الدكتور سالم اخ امبارح ما نمت يا حبيبي الوجع ما وقف الله يعينك والله حالتك قريبه دكتور سالم والله ما بعرف شو اعصي معي حال دكتور كان لازم تروحي بسرعه لعند الدكتور ما كنتي وصلتي لهالمرحله مش انت اهملتي حالك امبارح بالليل ما نامت ما بعرف انه بده يصير معي هيك حسيبه فكرت الشغله بسيطه والله انت معناك بأن طبعا اسمي ديت هيك شكرا جدا دكتور سالم مع السلامه شو صار جهان دكتور سالم بصمول صباح الخير صباح الخير منيح وانت بس باخيل نامنا اليوم نامنا نروح باخيل المساء والمحضر صار لي زمان جيت على انغرى اشتقت لها عن جد بس نخلص الغير مش موافقة موافقة يا قوت صير الفطور يا زر سمحت جبلة للمن مفطور وشاي تكرم استاذ تعرف ما لي خلق احكي مع حدا معقولة سكرت بوشي انا هاي المرحله ما بتفهم تجرأ وبكر الباب بوشي مين هذا واحد بعرفه كيف يعني عمي دايك مو هيك يعني كيف يعني يعني ايه لا ما يحل عني بيضل يتصل وبيطلب يقابلني اه
الظاهر انه عم يضايقك كتير. ليلي من هو لحتى وقفوا عند حده؟ انا بحل معه، انت ريح راسك. لا عن جد عم احكي. بعرف. يا حرام خالي كمان كتير محتار، من ناحية اللي مفكر كتير صوت، من ناحية تانية مرضتنا. بعرف، بس بنتي يسرى ما عم تفهم هالشي اللي هي عتب. اه يا حبيبة قلبي، تزعج حالة وتنقهر الفاضي، لأنه لانا بدها تسافر، يعني إذا مو اليوم بكرة، بس الدكتور هو اللي ما سمح لها تسافر بهالفترة. مبارح بالليل قعدنا حكينا أنا وياها، قال هي ما بتقدر تتحمل رجال متردد، لهيك قررت تنسحب وتتركه على الحكي. القصة مو مستاهلة تنسحب من حقه. كان ما بكي بدها أنا عم تحاول تفت. بس ما حاولت، بيسرى متعلق كتير. يسرى مبارح شلحت خاتم الخطبة. شو عم تحكي؟ قلت لها معقولة كل ما زعلتي تشلحي الخاتم؟ قطعت عليكم الحديث؟ كلي بنت ما عنك حكي خاص. فجأة سكتوا علي ما هيك؟ انتي ليش عم تجاكريني عليا؟ ليش تجاكرك تسيلة؟ مفكر عليك شيء مهم. انا بطالع على غرفتك بس تخلصي قلة الطيفين. ماشي. ألو مجد، أسفة كتير كان ما يرقع معي، ريت تسكر الخط. يعني مرة لا تسكري ليه؟ هاي الشغلة بتضايقني. شلون يعني ما سكر؟ بدك تسمع الموبايل؟ إذا كان هي اسم خالد كرياس شو ما بتسوي؟ مجد قصة مو مسهلة، تعصب مشانها. في إلك عندي أخبار حلوة. شو هالأخبار؟ باجتماع الشركة الكل وافقوا على صفقة المواد. إيه؟ ورح تتعامل شركتنا مع شركة اليو بي سي. هاي هي الخبرية؟ ايه كنت عارفان انه حيوا. ايه حاشت بقى مش كنت عارفان، بس مو لك. بس هلأ صار الموضوع جد. ايه ايه فهمنا. وينك انت؟ بأنقرة معي. كان شغل وشان روح. اوه معناتها انتو بالأوتيل؟ بعد شوي. أنا ترى مطلقتي منيح للسيد ميار. يعني ما بتقدر إلا تقلل أدب؟ وإذا طبقتي للرجال شو فيها؟ لو كنت محلي ما كنت بفوت هالفرصة الذهبية من إيدي. عن جد أنت واحد بيكام معك. هي الشيء ظاهر أني ما بتلقي تحمو. يا الله معك. معنا كل ملح تامي. ايه احلي من بهالنور. طيب ليه ضغطك عالي؟ تذكر لي بلكي اكلي اكلات فيها ملح. لا يلا احكي لي شو عم تاكلي. مخلل؟ لا يا روحي، شو انا جنني؟ بس دل نسا. ايه بدي شوية زر. برافو. ايه مبدأ بوقت بتفرج على التلفزيون. شفت لون هيفا؟ الله فيك دكتور. لا تاكل شيء قبل ساعتين، مر لعندي الاسبوع الجاي مشان نبلش نحشي السنين اللي حرناها. اكثر رح اجي احلال طبيه انت وها الانسة هون هي اللي بوقع لك اياهم. يلا بطرك. Thank you.
ألو لانا؟ فؤاد هذا أنت؟ أنا، أنت كيفك؟ لازمك شيء؟ لا، أنت حضرت لي كل شيء، شو بده يلزمني؟ يا ريتني اتصلت على الموبايل، قومتك من الفرشة ما؟ لا هيك بزعل منك فؤاد، أنا ما فيني شيء، لا تشغل بال. عن جد شبال؟ ايه طبعا، شو هالحكي؟ لا سمح الله اذا وقعتي او قلتي ما حدا رح يحس عليكي. مزبوط، معك حق. ديري بالك على حالك. شو جبلك معي المساء؟ قديش قديم هالسؤال؟ ما فهمت عليكي. مثل ما كنت اقول قبل مين شو جبلك؟ تذكرتني بجمع. انا لازم اذكر، جاني مريض. ماشي، شوفك المساء. منيح انه الكوليسترول طبيعي ولا كنت زعلت منك؟ قلت لك اني منيحه بس انت ما صدقتني. روح يا حبيبي. وكيف بروح ما اتصل عمرو قال لي انه صار جاهز بدي روح جيبه، فقلت مو حلوه ما اعزمه على الغداء. حاو هالنسفة سير بدنا سير. ليش واحد بيطلع ما عرفه ومش واحد بيطلع طلعتين ليك بدك تنسي؟ ليش لأنا حيب؟ نتا شو؟ راح أتغدى معكم. أستاذة هدى؟ أهلين حبيبتي نور. اشتقت لك كثير. قديش كنتي تجذبني أنت وسمي؟ بتقطع عيني؟ لا تكوني خالتي ده حبيبتي. والله ما نسيتك يا خالي، بس شغلي كثير في عندي وقت. إيه نحنا كنا على المطعم. عن جد؟ معلش روح معكم؟ يعني إذا ما في أسئلة. لا تعالي معنا. معناتها روحي جهزي حالي. ماشي، دقيقتين وبكون جاهزة، استنوني. شو بدنا نسوي هلا؟ أجلي موعد عليا. أنا بعرف إنك ملاحق دروسك، بس بهالفترة وضعك مو عاجبني. صار لك كم يوم ما فتحت كتاب؟ ما عم بقدر ادرس. ليش بقى؟ اني سافر. زعلي من لا ادري اللي مقصر. طيب يا امي فهميني، كيف بدي ادرس انا كل شوي بشوفك عم تبكي؟ جاوبيني. انا جاهز، خلونا نمشي. وين كنتي الي ساعه؟ ياك الجرح الاسعاف ما اخذت محل وما سالنك حتى بمقربك. وما دخلني عم يستنوكي دكتور مفمس برب اسمي. واحد بهالمشفى بتقى انه مسجون وما بقدر يطلع. وليش عم تقلي لي الي؟ شو انا اللي بدي اياكي؟ على هالحظ. امانه لا تزعلي مني خالي هدى. وليش بدي ازعل منك حبيبتي نور؟ روحي هلا على شغلك وغير يوم نتغدى سوا. ما وفواعد. أمي ما بدك تقولي لي شبك؟ شو بدي أقول لك؟ فكرتيني مو منتبه عليكم؟ كل ما فوت على الغرفة بلاقيكي أنت وستي عم تتوشوشوا. الشغلة واضحة مثل عين الشمس، أنت متضايقة. لا تشغل بالك، ما فيني شي حبيبي. شلون ما فيك شي؟ مو قلتي لي إنه نحن رفقات؟ ووعدتيني تحكي لي كل شي؟ ليش هلا رجعتي بكلامي؟ أنا هيك قلت لك؟ معناها كنت مو صح يعني. ماما احكي لي بصراحة، شو مشكلتك مع عمو فؤاد؟ شو في؟ نحنا يمكن نترك بعضنا كمان. مرحبا. أهلين حبيبتي.
ما حبيت اجي لحالي، قام جبت لك معي ضيف غالي كثير. ما صرتي هلي. مرحبا. تفضلي هي طقمي. باينتو حلو كثير كثير. يسلموا هالايدين يا حبيبتي، عزبتك معي. تلبسي بالهنا، لو كنتي طلعتي لو شفتي على اللبس. لو مانا مستعجلين كنت طلعت استو، بس لروح على البيت بلبسه بتفتل فيه. هات لي. بس ان شاء الله يعجبك موديل الطقم. لك انت كل شيء من ايديك حلو بجنن. يلا خلينا نطلع. لو اني وقعت بنفس مشكلتك ما كنت تصرفت مثلك. كيف يعني؟ صحيح انت بتعرفي عمه فوق من كذا شهر وبتحبوا بعض، وانا ما بعرفه كتير، بس متأكد انه عمه فؤاد مستحيل يكون مثل ما عم تحكي. لا تحاول تقنعني، فؤاد تغير لما رجعت مرته، ولما مرضت نام عندها بالمستشفى وما تركها لحظة، وفوق جابها لعنده على البيت. اي بعرف. طيب بدي اقلك شغلة، لنفرض ابي اجا وصل لهون ومرض وانا كنت مسافر بشي محل، شو رح تساوي؟ تتركي ابي وهو بهالحالة وما اله حدا، ولا بتضلي معه ليطيب؟ هلأ هاي مثل هدي؟ شو الفرق؟ مزبوط، ما في أي فرق. وعمه فؤاد رح يعترض على تصرفك؟ جاوبيني. أبدا. وأنا بقول هيك. كيفن ولادك عليا؟ الحمد لله بخير مبسوطين. بدي أسألك عن بنتك راما، شو وضع علاجة خلصي؟ دكتورة قالت أنه منيحة ووقفت للدواء. كتير منيح، معناها استقر وضع نفسي. الحمد لله. يلا كلوا عني وعنكم. طيب شو سوي بتيابك؟ طريقة هون على البيت بخاطركم. بشوفكم. الله معك. كل شيء تمام؟ مشان أولادي وساعات أولادي أكيد رح يكون كل شيء منيح، والحمد لله ما ضاع تعبي. راما عم تتحسن وليس مبسوط كتير، وشغلي أنا كتير منيح. وانتي كل شيء منيح معك؟